لا تستطيع الترجيح جمع الروايات والترجيح بين الروايات ما هو الأصح، لا داعي أن تقول للناس لا يعلم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كبار أئمة الإسلام مثلا رجحوا في الثاني عشر، غيرهم رجح في الثامن، غيرهم رجح في التاسع، الجمهور على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. ومن رجح هذا وعمل به له الأجر إن شاء الله، ومن رجح هذا وعمل به له الأجر إن شاء الله، ومن رجح هذا وعمل به له الأجر إن شاء الله. بما أن الإنسان يجتهد حتى يعني يبلغ غاية الاجتهاد وظهر له هذا الأمر، اسمع لهم يقولون نتحدى أن يثبت، لا ليس هناك شيء ثابت، أنت لم يثبت عندك شيء، لم تستطع أن ترجح شيء، لم تبحث أصلا، لا تتكلم. كبار أئمة الإسلام بحثوا ونظروا ورجحوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين بلا خلاف، هذا في الرواية، وفي شهر ربيع الأول على الصحيح، وفي ليلة الثاني عشر من ربيع الأول على الأصح، في عام الفيل على المشهور. هذه مصطلحات طبعا نحن عندنا الشافعية، لكن العلماء رجحوا كذا ورجحوا كذا ورجحوا كذا ورجحوا كذا. لماذا أنت تنكر على الناس اجتهاداتهم؟ وعندنا القاعدة ينكر على